ولمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الباحث الاستراتيجي في شؤون الشرق الأوسط الدكتور وفيق إبراهيم. أهلا بك دكتور على شاشة اليوم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور وشكرا لتلبية الدعوة والانضمام إلينا. بداية دكتور، بحسب وجهة نظر النظر الروسية، فإن الموقف الأمريكي من عدم المشاركة في إعادة إعمار سوريا هو محاولة لعرقلة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، هل هو كذلك فعلا؟ بكل تأكيد هناك ارتباط بين عودة اللاجئين وإلى ضرورة وجود أماكن إقامة يقيمون بها أو ينتظرون ترميمها. يعني لذلك نعم، يعني إعادة الأعمار وإعادة النازحين من سوريا هما أمران مرتبطان بشكل عضوي، ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول إرجاء هذين الموضوعين بطرقها المباشرة وبواسطة حلفائها وبواسطة بعض أجهزة الأمم المتحدة التي توهم النازحين بأن الوضع الأمني في سوريا ليس مضبوطا وأن هناك خطر على حياتهم وأنهم يعني سيعتقلون لأنهم مطلوبون للخدمة العسكرية. كل هذه الأمور واضحة، يعني في لبنان كل أجهزة الأمم المتحدة تتكلم بشكل علني يعني مع النازحين وتحدد لهم المخاطر وتحدد لهم أن هناك صعوبات اقتصادية للعيش، في حين أن النازحين السوريين في بلدان اللجوء يعانون من سوء مظاهر عيش بشكل هائل في تركيا في الأردن وفي لبنان. لذلك نعم، دور الأمم المتحدة لا يمثل أمم متحدة مستقلة بمقدار ما هي أمم متحدة مرتبطة بالسياسات الأمريكية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في 1989 ومنذ انتفاء الصين. ولكن دكتور وفيق، ألا ترى بأن هذه التحفظات والمخاوف الدولية الأمريكية على رأسها هي واقعية؟ يعني لطالما حذرت الأمم المتحدة من أن العودة غير آمنة، وعلى رغم ذلك ظلت موسكو تدفع بمسألة عودة اللاجئين واشترطت الدول بالمقابل تسوية سياسية. التسوية السياسية ضرورية، إنما هذا لا يمنع يعني عودة النازحين من بلدان أصبحوا يشكلون ثقلا هائلا عليها. يعني الأردن ولبنان يعانيان من متاعب اقتصادية هائلة، يعني لذلك عودة النازحين إلى بلدانهم في المناطق الآمنة وهي كثيرة في سوريا. يعني أنا مثلا أطالب بلجنة دولية للكشف على المناطق من حلب إلى البوكمال، هل تحدث جريمة واحدة؟ ولا يمكن على الإطلاق. أنا لا أتكلم بموجب الدعاية السياسية، أنا أقول اذهبوا الى سوريا ولاحظوا لا يوجد اشتباكات اهليه، ليس هناك جرائم، يعني الوضع شبه طبيعي في هذه المناطق. لذلك بينما النازحون في المناطق التي يقيمون فيها اليوم هم يتعرضون للاهانات، للمتاعب الاقتصاديه، وينفذ البعض ويضطر البعض منهم ان ينفذ جرائم لكي يعيش. لذلك انا اعتقد ان هناك من يحاول اطاله عمر الازمه السوريه من طريق الإبقاء على النازحين وتعطيل عملية إعادة الأعمار مؤقتا لحين يعني تقريبا الاتفاق على اللجنة الدستورية، وهي لن تقوم للأسباب التالية: أن هناك مشروعا أمريكيا لإطالة الأزمة السورية حتى تتمكن سوريا من تظبيط بعض الأمور في شرقي الفرات وعلاقتها بتركيا وعلاقتها بمشاريع أخرى، أنها تحاول أن تستمر في المنطقة. أيضا دكتور وفيق، بمسألة إعادة الإعمار وعودة اللاجئين، لطالما ركزت موسكو بالدرجة الأولى على الدول المجاورة لسوريا كلبنان والأردن وتركيا وغيرها، يعني ربما هذا ما دفع وزير الخارجية اللبناني إلى الذهاب إلى موسكو ولقائه نظيره الروسي، حيث خلال المؤتمر الصحفي حث النظير الروسي المعارضة السورية على الابتعاد عن النصرة. هنا نتحدث ميدانيا قليلا، على ماذا تنطوي هذه الدعوة الروسية ابتعاد المعارضة عن النصرة؟ هل هناك حل عسكري يلوح في الأفق تنتظره المحافظة؟ بالنسبة للنصرة لا حل العسكري، باعتبار إلى أين تذهب؟ يعني حتى لو اتفقوا على ترحيلها إلى أين؟ الدول التي ينتمي إليها معظم أعضاء النصرة لا تريدهم. يعني الصين مثلا هي اليوم موجودة في شمال سوريا تراقب بضعة آلاف من الأيغور الصينيين الذين يقاتلون في تنظيم النصرة وبعض التنظيمات المشابهة، وهناك دول أخرى أيضا. لذلك النصرة نعم يعني محكومة بعملية عسكرية ستحدث يعني قريبا أو في الأشهر المقبلة.
أما بالنسبة لبعض التنظيمات الأخرى المرتبطة بتركيا من جهة أو بأخرى، أعتقد أن تركيا تحاول أن تستمر في الشمال السوري بواسطتهم بالادعاء أنهم سوريون وأنهم جزء من المعارضة المدنية، أي المعارضة المعتدلة المقبولة. لذلك تحاول تركيا أن تستعمل هؤلاء في عدائها مع الأكراد وهو في صراعها مع الأمريكيين. واحد. اثنين، روسيا يعني تحاول إدخال الجيش السوري إلى إدلب لاستعادة هذه المنطقة إلى الدولة السورية، وهذا ما سيحدث لأنه هناك شبه اتفاق مع الأتراك حول هذا الموضوع. المشكلة أن هذا تحرير إدلب سيؤدي مباشرة إلى انفجار الصراع التركي السوري، الصراع مع الدولة السورية، لأن الدولة السورية بعد إدلب لن تقبل باحتلال 7 إلى 8. على أي شكل سيكون هذا الصراع التركي السوري دكتور وفيق؟ لو توضح لنا. سيدتي، أولا سوريا منذ 7 سنوات ليست منفردة، يعني الدولة السورية ليست لوحدها، هي دولة مدعومة من إيران، من روسيا، من حزب الله كلها. بعدين تركيا مأزومة اليوم، تركيا مأزومة اقتصاديا، لا تستطيع تحقيق أي لا مأزومة سياسيا ودوليا وأقليميا، لا اتحاد أوروبي، لا اتحاد عثماني، فشلت في عملية احتواء المشروع الكردي، لا لم تفعل شيئا. الإخوان المسلمون تلقوا ضربة تاريخية عندما انهار مرسي في مصر وانتهى مشروع الإخوان المسلمين الذي هو في باطنه مشروع يعني تركي. في السياق دكتور وفيق، أعذرني لضيق الوقت، يعني بما أن تركيا هي المعنية الأول بملف إدلب، ما المطلوب منها اليوم بما أن أنت ذكرت ضغوط مختلفة عليها داخلية وخارجية منها؟ وعلى أي شكل أيضا الشق الثاني من سؤالي سيتم تسوية ملف إدلب لو سمحت؟ أولا تركيا تحاول إرضاء الروس وعدم إزعاج الأمريكيين بشكل قوي، هي ضائعة بين هاتين النقطتين، يعني الروس لن يقبلوا إلا بإدلب، الأمريكيون يريدون أن يستمر الأتراك بألعاب الخفة التي مارسوها منذ بدء الحرب السورية، أي تشجعهم على الاستمرار في مطالبهم التصعيدية. لذلك وضع تركيا صعب، أصعب ما يتصوره الجميع. ماذا يعني لماذا تتهجم تركيا على الأكراد السوريين؟ الأكراد السوريون لم يهاجموها مرة واحدة، قال لهم روسا طول مرة دليل واحد على أن الأكراد السوريين استهدفوكم داخل الأراضي السورية. لذلك هم يستعملون هذه الوسائل ويستعملون للخروج من أزمتهم. هي أزمة خطيرة، لديهم أزمة مع السياسات الأمريكية، لم تعد تركيا دولة ضرورية للسياسات الأمريكية في المنطقة كما كانت قبل 1990 لما كان هناك اتحاد سوفيتي. اليوم هناك روسيا دولة رأسمالية مثلها مثل أي دولة أوروبية، تتاجر وتبيع وتشتري ولا يهمها أي موضوع. لذلك نعم أزمة تركيا كبيرة جدا، يعني نعم. الشمال السوري كله لم يعد لديها أي حجة للبقاء فيه بعد الانتهاء من إدلب. لذلك هي تماطل في إدلب وتستمر في المماطلة حتى انعقاد اللجان المطلوب منها تشكيل اللجنة الدستورية للنظام السياسي السوري. أشكرك جزيل الشكر الباحث الاستراتيجي في شؤون الشرق الأوسط الدكتور وفيق إبراهيم، حدثنا مباشرة من بيروت.